محمد حاج حسن من موسكو، طالب لبناني بموسكو. محمد يعطيك العافية. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. اليوم الزميل فراس الشوفي كتب بصحيفة الأخبار عن أنه اليوم الجالي في موسكو وأيضا الطلاب وغيرهم، أنتوا بصدد أنه تعملوا أي تحركات احتجاجا، وأيضا في لبنان بعتقد احتجاجا على الطيران المدني اللي هو مقطوع الخط من بيروت لموسكو بسبب الحرب. بدي أسمع منك شوي تفاصيل عن هذه القضية. أول شيء بدنا نحكي أنه عن طائرة الأيرفلوت. نعم. أول شيء كان وقت العقوبات توقف الأيرفلوت ينزلوا كليا على لبنان أو يطلعوا لأي دولة برات روسيا. فعن جديد دولة روسية سمعت للأيرفلوت تنزل على لبنان، وحتى وزير الأشغال بلبنان سمح للأيرفلوت تجي على لبنان وضمن لأنه ما تتعرض لأي مشكلة. بس المشكلة الموجودة أنه شركات الوقود بلبنان مش موافقين يعبوا النفط للطائرات لما تنزل على لبنان. نعم. بس انتوا ايه عم بسمعك، تفضل تفضل. بس انتوا راجعتوا على مساله العقوبات وعم بتقولوا انه لا مشكله بموضوع العقوبات اذا الطيران اراد ان يتزود بالفيول من لبنان، هيدا ما بياثر بموضوع العقوبات. ابدا ما بياثر، والمشكله نحن اللي عم نواجهها انه لما نحن ننزل من لبنان على روسيا او من روسيا على لبنان بدنا ننزل عن طريق دوله ثانيه او عن طريق الامارات الشارقه او عن طريق مصر او عن طريق الكويت، وهذا بيستهلك مجهود مادي وطاقه للطالب كثير ومجهود وقت صراحه. لانه مثلا لما بدك تيجي تنزلي على لبنان عن طريق الشارقه مثلا، انا مشكله واجهتها نزلنا نطرنا بمطار الشارقه 16 ساعه نعم لحتى رجعنا ننزل على لبنان، وبدنا لحتى نفوت اصلا على دبي بدنا فيزا. نعم. فضلينا قاعدين بالمطار، ما فيش مكان ننام فيه، ما في الاوتيلات كانت مطوله كلها بقلب المطار. فهيدي اول مشكله. تاني مشكلة عم نواجهها انه الدولة الروسية عندها معطيتنا خيارين كتير متساهلة معنا. اول شيء سامحة للايرفلوت تسافر على لبنان، وسامحة للميدل ايست تجي من لبنان على روسيا. فلا الدولة اللبنانية عم تبعت الميدل ايست على روسيا ولا عم تستقبل الايرفلوت بلبنان. المشكلة من شركات النفط. نعم. طيب شو رح تعملوا؟ حتى الميدل ايست رافضة بسبب مسألة الاسيورانس، لانه هي عم بتقول انه ولا شركة تأمين عم تقبل تأمن الرحلات من بيروت الى موسكو. كرمال هيك عم بيقولوا انه ميدل ايست ما بدهم يروحوا، والايرفلوت عم بيقولوا كمان مساله الفيول، يلي على الرغم من انه الاتصالات التي قامت بها السفاره الروسيه في لبنان تشير بانه لا مشكله على مساله العقوبات، انه الشركات الفيول التي ستزود الطائرات ما رح تخضع لعقوبات في حال زودتها، هيك كانوا عم بيقولوا. هلا انتم شو رح تعملوا؟ والله نحن الصراحه هون مقبلين على تصعيد كثير كبير، مش يوم ويومين، لانه المشكله مش شو يعني طائفية. شو شكل التصعيد؟ تصعيد اول شيء بدنا احتجاجات نعم عامه. نحن هون مش طالب وطالبين، نحن هون بجامعه الصداقه هون خصيصا بروسيا 250 طالب، وبروسيا تقريبا في 3000 طالب، والجاليه اللبنانيه حوالي 20000 شخص. فنحن هون مش طائفه وحده، نحن هون مش منتمين لحزب معين، فصار الموضوع راي عام يعني. نعم. ما خصوش بطائفي او حزب معين. فالتصعيد اللي راح يكون مظاهرات بلبنان، راح يكون في هون احتجاجات، لانه اول شيء الدوله الروسيه واقفه معنا انه اي شيء نطلبه هي كثير متساهله. نعم. بغض النظر عن المنح اللي بتقدمها للطلاب، بغض النظر عن وزير النقل شو قال بلبنان؟ وزير الاشغال والنقل بلبنان، هل وزير الاشغال والنقل بلبنان سمح انه الطائرات الروسيه تنزل على لبنان، وضمن انه ولا حدا يتعرض للطائرات، انه لا تنحجز الطائرات. بس المشكله هي من شركات النفط، والدوله اللبنانيه مش عم فيها تضغط على شركات النفط حتى تعبي نعم للايرفلوت. اذا المشكله مع شركات النفط. طيب صحيح. اي متى رح تعملوا هذه الاحتجاجات سريعا لو سمحت؟ قريبا حسب اذا بتتحقق المطالب او لا. شكرا لك الطالب اللبناني من موسكو محمد حش حسن، اهلا وسهلا فيك.